بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. يقدر الناس الأشياء التي يساهمون عادة في صناعتها أو تأسيسها أو تطويرها، ويقدرون تلك الأشياء أكثر بكثير من الأشياء التي تأتيهم جاهزة أو يتم منحهم إياها مجانا. من هون اجت بعض الأفكار اللي بتشجع الناس على العمل والإبداع من أجل الحصول على نتائج معينة، ويبدو أن النتائج بحد ذاتها ليست هي السر الذي يقف وراء تقدير الناس لتلك الأشياء، بل في الحقيقة الوقت. هيدا الوقت هو الأهم، لأنه من خلاله تبدأ عملية صناعة الأشياء وتصميمها. ويقال أنه شركة أكيا للمفروشات استلهمت طريقة بيعها للمفروشات اللي بتحتاج الناس لتركبها في المنازل، استلهمتها من فكرة التقدير اللي نحن عم نحكي عنها، أي الشعور بأنه أنت جزء من صناعة الأشياء. يعني يبدو أكيا وغيرها من الشركات لاحظت أنه الناس تستمتع أكثر وبتقدر أكثر الشغلات اللي بتساهم بصناعتها. وأيضا هناك عدد من المطاعم في العالم فتحوا أبواب للناس لحتى هن يصنعوا الطعام، يطهوا الطعام، وحتى بيجيبوا بعض المواد الغذائية وبيصنعوها مثل البيتزا أو غيرها داخل المطعم. إذن هناك مسألة غريبة هي علاقة الناس بالأشياء اللي بيصنعوها. غريب هذا الأمر ولكنه جميل، وجميل جدا. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.